السلام عليكم. هلا والله، منور. هلا بك، شو اخبارك؟ عساك بخير. تمام، انت شو اخبارك؟ عساك بخير. والله تمام. عندي سؤال بالله. تفضل، شكلك حاب تطقطق، مبين من وجهك. لا لا والله، لا والله ما طقطق، بس انا ما وخويي دام عندي تغلط سؤال يعني. تغلطنا على شيء انا وخويي، عرفتي؟ فقلنا عشا، عرفتي؟ فعشان كذا ايش؟ اقول تغلطنا انا وصديقي بجنبي على شيء عندك، عرفتي؟ من عشاء، يعني اذا فزت انا يصير لي عليه عشاء، واذا فازوا عليه انا عشاء، عرفتي؟ ايوه، ايش الشيء؟ اي انا اقول اللي وراكي 4 بساسة، هو يقول لا 5. بالله ابعديني من حسبهن، يعني اذا ممكن. كم وحدة؟ 5. يا 4. سلام. دقيقة دقيقة دقيقة، 3. أربعة. 4 ولا 5؟ على فكرة، 4 ولا 5؟ لحظة، أنت كم واحدة شايف الحين؟ أنا الحين شايف 3. 4. لا 5، هاي في واحدة عليها الإضاءة جاية. لا لا، بس يعني إذا لحظة لحظة، بنت يعني. طيب وين أمهن؟ وين أمهن؟ خلنا أسألها. بقول لك شيء، لحظة، هاي 1 2 3 4 5، بس في واحدة فوق 6. هم يعني انا عشان من عليه الحين عليه سنتي 6 طلع. انا ايش دخلني هذه؟ بس الظاهر بستك فيها انجينات قردية. طيب اخر شيء، اخر موضوع، والله موضوع ضروري انا يا اخت ميسو، وابي تحلينه لي، ولا تعرفين احد يحل يعني اذا ممكن؟ تفضل. يا اخي انا اختي عزيزه، انا اذا نمت ما اشوف، ما ادري ايش المشكله. كلمت اخوياي قالوا ما ادري ايش، يمكن عندك مرض، يمكن عندك شيء، ما تعرفين احد يحل المساله هذه؟ والله مشكلتك عويصة هاي، لازم يعني تحتاج أحد مختص لا يعني. لا لا، ما هي عويصة، ما هي عويصة، بس المسألة ما هي عويصة، بس أنا إذا نمت ما أشوف، ما هي عويصة، عويصة لا والله مرض ثاني. مشكلتك، يعني أنا أشوف مشكلة كبيرة عندك أنت، كيف تنام وما تشوف؟ يا أخ والله كيف؟ تعبت، والله تعبت، يعني ما في حل، بالله ما في حل أختي، ما في حل. ميسو راجع مختص. طيب واذا سكرت اذاني ما اسمع؟ يعني قسم بالله ما ادري وش السالفه، ما عندكم راس كامل بالاردن تبيعونه عليه؟ ركبوا. طيب اخر سؤال، اخر سؤال اختي ميسو، اخر سؤال، اخر سؤال، اخر سؤال اختي ميسو. تفضل اختي. الكنب اللي انت معي راكبه فوقه هذا، منين نشتري زيه؟ امي تقول ابي زيه وكذا، قالت لي مره، يعني وين نلقاه؟ ما اعرف والله، ما اتذكر. بالله 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 اختي ميسو، يا اخي حلي مشكلتي، قسم بالله اني تعبان نفسيا، شوفي لنا حل. بالله بكرة اختي ميسو، يا اخي حلي مساله شخص، يعني ممكن انا انطرد من البيت بالسبه هذه، يعني شوفي لي حل، منين اجيب؟ منين جايب؟ طيب بكره. بكره اسال لك. متى بكره تردين لي يعني؟ ايه. طيب اخر سؤال، اخر سؤال، بالله اخر سؤال، اخر سؤال. ايوه، انت عزباء ولا مطلقه؟ قصدي انت عزباء ولا عزباء ولا والله مطلقه. مطلقه؟ انت مطلقه؟ لا انا استغربت السؤال، انت تقول عزباء ولا مطلقه يعني؟ معليش، خان لا التعبير، خان التعبير، اقصد عزباء يعني عزباء ولا مو متزوجه؟ عزباء ولا متزوجه؟ انت عزباء ولا متزوجه؟ يعني في نفر، انت سوى سوى سرير، انت نوم، اكل سوى سوى، ولا ما في؟ لا انا ما في، ما في، لا انا ما اسوي ليش سلطه ليش نوم، ليش ما يصير، ما ما في يصير اختي، نفر. لازم لازم تكملين نص دينك، يعني لازم نجمع راسين بالحلال، فلقيت لك طيب. زوج عندي انا الله وينه؟ عمره 70. ليه كذا يا اخي؟ ليه؟ ليه؟ فلوس، فلوس ميسو، فلوس. ايش انت اسوي تقولي فلوس؟ اسمي فلوس واتصبح اسمي، خليك ذكية، اتصبح خليك ذكية، خليك ذكية، يعني سنتين تقعدين معه بعدين تورثين فلوس تتزوجين تبين مهند يا شيخ على خشمي. وين الذكاء؟ بهالسنتين اكون انا صار عمري 70 من الشوفات لا. اللي اعوذ بالله، يعني عمرك الحين انت 68. عمرك 68. لا اقول لك، من
اقول لك من شوفته راح يصير انا عمري 70 بهالسنتين اللي راح لا اقعدها لا معاه. لا، ما عليت يا ميشو، قسم بالله انه جيد. تعرفين ايش معناه جيد؟ طب ليش ما تاخذه انت ما دام جيد؟ انا اخذه شلون؟ ايه شلون عندي زي ما عنده يعني؟ شلون بالله؟ شلون نجيب عيال؟ شلون نجيب عيال؟ احنا نبي عيال، دبروا حالكم اطفال انابيب. اطفال انابيب؟ لا، خايف خايف يطلعون سلاحف النينجا. طيب اخر سؤال، والله بطلع من القسط عشان في ناس تخانقين تقول خروف ما ادري وش. اخر سؤال بالله، وش جوالك؟ جالاكسي. مو جالاكسي، مو جالاكسي، جالاكسي مو جالاكسي، جالاكسي. انت متخانقه مع حرف الجيم؟ لا سمح الله، نصالحكم مع بعض. لا، اللي صنعوه كذا يسموه، لانه اللي جالاكسي صنعوه. جالاكسي. اها، ايه. لا قصدي تبثين منه. لا، من اللابتوب. كيف كويس يعني اللابتوب باستعماله؟ اي ويندوز 7 ولا ويندوز اكس بي؟ ويندوز 7 على ما اعتقد يعني. بالله. طيب وش اسمه؟ ابي اشتري زيه بالله. ما اعرف يا اخي. بالله ورينا ورينا، خذي فرع على شقتك عشان ابي اشتري زيه. ايش تبي انت؟ ابي اشتري زيك. بس عجبني حركة بساسة هذا، عادي بالله. منين جايبتك؟ والله صدق ابي احط بساسة وراه. ينفع هذا احطه ورا نفس البسة كذا اعرفه. ايه انت. طيب اختي العزيزه، نتشكر على حسن تعاملكم ان شاء الله، واستري ما وجهتي حبيبي. نمزح ونضحك ونطقطق، معلش حبيبي. الله يسعدك. بالله نسيت موضوعي، نسيت موضوعي يا ميشو. ايش؟ انت عزباء ولا مطلقه؟ انا لسه متزوجه. لست متزوجه، ولماذا هذا التصرف والناس كثر؟ ولماذا؟ هل تريدني ان اتزوج؟ انت نعم. الله يرزقك يا ميزو. طيب معليش اختي، بس في اخر سؤال. بالله اخر سؤال يا ويلي، اكثر اسئلتك من جد. تدرين ولا ما تدرين؟ تدرين حروف والوف، انا اللي كاتب الاسئله لها. الله. بالاخر سؤال ميسو، بالاخر سؤال، انت تشيشين شيشه ولا ما تشيشين ارجيله؟ ارجيله ولا شيشه ولا ما تشيشين؟ ما اشيش. دخان. انا صفق لك الحين، قلت هذه الانثى المثاليه وما كلام، بيعطيك جائزه نوبل. نوبل للصحه الانثى، واتدي. وهذا يا فرحه ما كملت. اي والله. زين اختي عزيزه، توصين شيء ولاش؟ سلامتك. شكرا. بالله تكفين، لا تنسي تسالين لي، ترى بيجي بكره بسالك قلت لي حل ولا لا. طيب. اي زين. يا اخي انقرا يعني.